بتعرف انك بتقدر تركب كرت شاشة خارجي على جهازك اللابتوب؟ جهازك اللابتوب بالعادي ممكن يصير وحش ألعاب بحركة واحدة فقط. المعدات والأدوات اللي راح تحتاجها: رقم 1 كرت شاشة عادي سواء انفيديا او AMD. رقم 2 صندوق اسمه EGPU زي مثلا عندك ريزر كور او اي نوع يعني. رقم 3 كابل ثاندربولت 3 او 4 وهاي اهم نقطة. رقم 4 مزود طاقة او باور سبلاي للكرت، غالبا بيكون يعني مع الصندوق موجود مدمج. اما هسه خطوات التركيب والتشغيل: اولا بتفتح الصندوق وبتركب الكرت جواه زي ما بتركبه على البي سي عادي، بعدها بتوصله بالكهرباء وبتشبك الكابل بين الصندوق واللابتوب، وخلص هيك جهازك اللابتوب راح يتعرف على الكرت لحاله وراح يصير وحش العاب. وفي حال ما تعرف جهازك اللابتوب على الكرت، بتقدر انك تدخل على موقع انفيديا او AMD حسب يعني الكرت نوعه وتنزل تعريف الكرت بنفسك وتعرفه، وهيك تقدر تشغل العاب ثقيله زي وارزون او سايبر بانك او الى اخره من الالعاب الرائعه على لابتوبك العادي. بس في نقطه جدا مهمه، وهي كمان لازم يكون المعالج برضه والرامات كمان عاليات حتى يعطوك اداء يعني ممتاز اكيد، ولكن بدك تنتبه انه مش كل اللابتوبات بتدعم EGPU، لازم يكون فيها منفذ الثاندر بولت الحقيقي مش بس USB-C. فاكتب لي تحت بالكومنتات ايش نوع اللابتوب اللي عندك وانا مباشره برد عليك وبحكي لك اذا لابتوبك بيدعم او لا. وبالنهاية لا تنسى زر اللايك وتشارك هالفيديو مع صاحبك اللي عنده جهاز لابتوب قديم، ونشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.